احب لي خده. نو 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 قاد قاد هذه وجهي هذه لما كسحت وانت ما قدام هذول جايك مغيرات بلا عيد عيدها تكفى عيد عيد صدق تجيك على طول الحمد لله ايش دبي نبي ملح كيف نخترع ملح انت مملوح يا رجال حط تمام لا انا سكر تمام لا لا انت سكر شوف عند الربع ما لقيت حتى عند الربع عندهم لا لا ايه شوف جماعتنا سوي واحد ثاني ما راح يقصرون معك يلا جماعه بس لا تبطون علينا العشاء 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 ودلدل الدهوة والعشاء لا توت لا توت العشاء زيك تشكن تشكن مترون يا يلا كيف تقول لا مترون اي والله لا والله وش تقول المغازير لا قدها تشوفها اوه لو لو اوه الحين بيجيك عشاء قام يا ربع يحملنا على الرحول جد صهادات ما فيه هن خيرة صاهد للمعبر وصاهد للعناد يوم تسمع صوت أهلها جد بغيرة والخطر منهن على رعش دادي جل للمعبر وكل طق زيرة حد ما زبهن وحد ذاق النكادي يوم تسمع صوت أهلها جد بغيرة والخطر منهن على رعش دادي شدادي سلام عليك يا ابو احمد بالله عبد الرحمن كرها خلاص كرر الله يشعر خلاص خلاص يا رجل اوهيو اوهيو قاد قاد ترى بيجيك عشاء يجيكم يقوم يتحنن يقوم يرجمن عندك رزيب يا فهد رد صاحبي بقى 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 تكفى يا محمد تكفى يا محمد انا ولي في بتوى عادي حتى انت تبغى مشهر الحين لا قلت تبغى تنادي مشهر وش تقول ايه ايش اقول لهم مشهر لا مشهر اصيح عليهم يعني لغتكم اللي بينكم اللغه اللي بينكم بين المشهر وش هذه باسم كيف اعتبرنا مشهر وردي ها شهر نادك يا صحيح يجيك عادي نادى تنهى انا دي بسمه نادى شهر على طول يجيك عادي يا ريجي يمشي مليوني هم قصدي قصدي كيف تقول شهر ولا اذا بعيد يجيك عادي تقولها كذا لا حي الظاهر ما حي مغرد حر الحصان الخضر ايه تكتب تسبح يا وجاب لا يا شيخ ما اعرف انا ما تعرف ما اعرف يا اخوان عزيزي كل ما مريت هلا تغلى على قلبي عزيزي عندك خيول عندك خيول خيول حلال حلال فيها حصان تحبها جدا وش اسمه الشامي وش تناديه اذا تبغى تجيه تجيك عادي وش اللغه اللي بينكم والله ما بيني بين اللغه لانه ما هو لي انا شخصيا طيب لا دعيته باسمه يجيك لا لكن راعي يجي راعي اي اما انت ما يجي اي حتى اي ولد قلبي تدري شو يقول على صوت راعي قلبي ترى ما تجي هو الولد عم لي الاول الجندو شاري امه ظني بحول 100,000 والله و شباها في قطر في الشقب ناسي ما شاء الله تبارك الله خلينا بروح اذن واجيك اذن ترى في اخو ساير بعد الفجر جاء كم الساعه؟ اي والله يا اخي ساير هذا البس ايش يقول؟ الساعه 35 على صوت راعيها ولايف واجر قاط تعرف لو انه بين 20 جنسيه بس هذا طيب وش قال الله يا اخوان نروح نتوضا صاد الحين ولا يجي الاذان الساعه